ما هرب زيدان. فستانك كتير حلو. وين خيطتي؟ خالي سناء. ألف مبروك إن شاء الله. ألف مبروك. اسمع أمك. إن شاء الله ألف مبروك يا عرسان. مبروك. مبروك ابني مبروك. كتير لابقين لبعض. هاتوا الخواتم يا جماعة من شان لبسهم. يلا هاتي. إن شاء الله ألف مبروك. الله يسعدهم ويهنيهم ببعض. آمين. مبروك. الله يسعدكم. هاتي إيدك. هاتي إيدك يا عريس. وعبال العزابية إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسعدكم ببعض. وإن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك. ألف مبروك يا أولاد. ألف مبروك. الله يرضى عليك. إن شاء الله. ألف مبروك يا أبي. ألف مبروك. طالعة حلوة. يلا يا جماعة صار فيكم تنقطوا العروس. بالأول العريس. شوفي شوفي عم يلبسها سنسان. نيالة أنت بدك. الله يسعدكم ويهنيكم يا رب. أنا سعيد الحظ. الله يهنيكم يا عرسان. إيه والله الله يهنيهم مع بعض ويوفقهم دائما. مبروك أختي. الله يبارك فيك. أمال عندك. يا هيك أخ يا بل عن جد. شو العريس كمان؟ إلك عم بيلبق له. ألف مبروك يا فرات. الله يبارك فيك. إيه نيالة. ويخلي لنا إياك. يلا يلا صار دورك. اتفضل. أنت تعبت كتير اليوم. خلينا نروح لترتاح. بعدين ما صليت اليوم. رح صلي أمي. رح صلي. لا تاكلي هم. كيف نرمين؟ إن شاء الله ما في مشاكل. لا هي كتير منيحة. أنا حكيت مع المختار مشان وراء الزواج. هو بده يبلش يجهزهم. بعرف إنه استعجلنا بس بتعرفوا الوضع. كنت عم بحكي لهم مشان زواجنا. حكيت مع المختار لحتى يجهز الأوراق. خلص يا بنتي فرات معه حق. بلا ما نطول بالقصة أكتر. طيب أهلا وسهلا يا ابني. أهلا فيك. كيفك عمو؟ الحمد لله يا ابني. أنا بدي روح هلأ. رح أجي بكير مشان الأوراق. وين بدك تروح؟ الوقت صار كتير متأخر والدنيا ليل. اليوم بتنام عندي بالبيت وبكرة بتفيق وبتخلص شغلك. مزبوط. لا تروح هلأ. حميد معه حق. أها معكن حق. رح نام عند يلا منيح. خلينا نمشي. يلا تصبحوا على خير. وانت من خير. وانت من أهلي. يلا يلا تفضل. يلا بالإذن. تفضلي. يسلموا إيديك عمي. لا تحكي هيك يا ابني. نحن أهل وبيتي هو بيتك. فرات إيدن. نعم شو بتريد؟ عدنان سالم من مكافحة الإرهاب. أخي شو القصة؟ لا تقلقوا ما في شي بيخوف. بدنا نسأل فرات كم سؤال مشان العملية يلي صارت اليوم. بس يا سيدي يعني لا تخاف عمو. ماشي يعني. ما في مشكلة. الشباب من الحكومة وإن شاء الله برجع بكرة الصبح. إن شاء الله يا ابني. إن شاء الله. روح الله معك. خلونا نمشي. الله يسترنا القصة. جايبيني. بدي أعرف ليش جبتوني لهون. شو بدكم مني؟ قلت لي رح ترجع الصباح؟ انت ارهابي؟ كتير واثق من حالك يعني؟ رحنا كاشفينك. انا مالي ارهابي. انا شرطي. مين انتو؟ وشو بدكم مني؟ بدنا اياك هلا تعترف انك عم تشتغل مع التنظيم. ما في اي علاقه بيني وبينهم. بعدين انا من شرطه الريف يعني عم حارب الارهابيين.
ما بدي اسمع صوتك. بدك تضحك علينا يا خاين؟ في عنا أدلة ضدك. خاين حقير عم تضحك علينا. ضلوا عزبوه لحتى يحكي، وإذا ما اعترف للصبح بدي عاقبكن. بسيطة، أنا رح أستلمه، رح شوف هلأ إذا بدك تضل معنت. أنا ماني معنت، وأنا حكيت كل شي عندي، وإذا بتقتلني ما رح أكذب. يعني عم تتحداني؟ إذا ما بخليك تعترف ما بكون أنا عدنان. بعدين أنا محضر لك مفاجأة رح تعجبك، بدور أشوف. يلا امشي. دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي. إذا بدك يا رنا اترك لازم تعترف. لا ترد عليهم فرات. ديالا فرات مو عامل شي، شو بدكم منا؟ ولك تركوني، تركوني فرات. عدي فرات. ديالا امشي وحاجة تركوني. خلصيني، تتحرك يلا. اتركوها ديالا، ديالا ولك تركوها يا اولاد القلب، اتركوها ديالا ولك تركوني ديالا. لا تتركوني، لا تتركوني. إذا عن جد خايف عليها وما بدك يصير لها شيء، بدك تعترف. شو علاقتك بالتنظيم؟ قلت لك ما في شيء بيني وبينهم. ديالا، ديالا ولك ديالا. شو بدك خرسي بقى وحاجة تعطي؟ ما منا هذا الشيء. طمني ابني كيف وضعه؟ ما فيني احكي شيء هلا، ما بعرف تأثير السم. انا اعطيت ادويه ومضادات، وما بقى غير ننتظر ونشوف. ان شاء الله يتجاوب جسمه على الادويه. طيب ايمن طمني كيف نيرمين؟ انت تعبان شيء؟ ليه طلعت من البيت؟ ولك كيف فيني ضل بالبيت ونرمين بين الحياة والموت؟ خلاص أيمن، إن شاء الله رح يتحسن وضعها. يلا أنت لازم تروح وترتاح بالبيت. يلا روح على البيت. يلا يلا خلاص أنت روح، دير يلا بالك. يلا أيمن خلينا نمشي. شو صار معه؟ ما تحملت سيدي. تركوها وبس تصحى بتكملوا شغلكم معها. خلونا نشوف التاني شو وضعه. خطيبتك ما تحملت. شو عملت فيها؟ غابت عن الوعي. إذا عن جد أنت خايف عليها لازم تعترف، وبوعدك اني برجعها، وغير هيك بدي اقتلها فورا. فكر منيح.
شكو ديالا؟ بعدين بشو بدي اعترف لك؟ لك انا ماني ارهابي. يعني ما بدك تحكي ها؟ اذا في ارهابي هو انت. الحكومة ما بتساوي هيك. انتو كذابين. انتو ما كن من الشرطة. لك انا الحكومة وكل هاي المنطقة تحت امرتي انا. عم تفهم؟ وما حدا بيطلع له معي لا شرطة ولا غيرها. العامة بعيونك شو عنيد. لك اعترف بالحقيقة أحسن ما تموت. أنا حكيت لك كل شي عندي. هاي اللعبة قديمة بس ما رح تنفع معي أنا. رح خليك تعترف غصب عنك. من هون لنص ساعة بديك تعترف بكل شي. مين انتو؟ مين انتو؟ بدي افهم مين انتو؟ وينو فرات؟ ايمو لي عنوشي بنشوف. بدك تكون ضيف لك يا بيوت. ابن اخوك عجب طريق. ايمو لي عنوشي فرات. يا فرات. 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 فرات يا ابني. فرات يا حبيبي. بعدين بتسألو. مو هلأ. حطو على الكرسي. ليش؟ 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 تعال تحرك. تركوني عملكم تركوني. تركوني. اهدى. فرات. اتركوا عمي. ابني. خلص هيا انا قدامكم. اتركوا عمي. طمن. بالاول رح نعذبك ويتفرج هو. تركوني. وبعدين رح يجي دوره وبتتفرج انت. ابني. تركوه. مشان الله. ابني. دخيلكم مشان الله. يا فرات حرام عليكم يا ابني. فرات يا ابني. اعترفوا له. اعترف انه عشيرتك عم تشتغل مع التنظيم. فرات يا ولدي. انا قلت لك ما لنا علاقة باي تنظيم. فرات تركوني. تركوني. لك ابني. ابني فرات. عمي. ابني فرات. ما رح تموت. بدك تضل تتعذب انت وياه. وما رح اترككم لحتى تعترفوا بكل شيء. ما عملنا شيء. شو بدك انا اعترف؟ مشان الله تركوني. فرات. ابني الله يوفقك. رح تشوف شو بدي اسوي فيك هلا. حرام عليك والله حرام عليك. بدي خليك ما تقدر تتجوز طول عمرك. فرات. فرات. يلا بلش بالشغل. فرات. يلا تركوا مشان الله تتركوا. لا 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 سيدي ما عندك فكرة لوين أخذوهن؟ طيب فيك تدق على مكتب المختار. بتشكرك. يسلموا. شو صار؟ شو قالوا لك؟ ديالا تركت القسم من زمان والشرطة داهمت المكان بس ما لقوا حدا. طيب شو الحل؟ معقولة ما حدا بيعرف عنهم شي؟ هيك الظاهر. ولهلأ ما رجعت ديالا كمان. اتصلت مع عم عارف وقال لي وصلها على حدود الضيعة بس هي حبت ترجع لحالها. وين بتكون راحت؟ أنا رايح دور عليهم. أمي بتعرفي وينه عمو حميد وعبده؟ لا والله يا ابني. بظن حميد بالبيت.
بس الله بيعلم وين عبده هلأ. يلا ابني روح شوف وينهم. لإمتى رح نضل هيك؟ يعني معقول نروح لغير ضيعة منشان المي؟ يا الله خلي حدا يصلح الحنفية، بجوز تكون منزوعة. هي والله في بير قديم بآخر الضيعة صلى زمان هنيك رح ينهد. بس احنا مجبورين نستعمله. ولي حنان خبرتي أبوكي؟ تبهدلنا لإمتى بدنا نضل بلا مي؟ خلينا نصلح الحنفية وخلصنا بقى. دخيلكم، ليش من إمتى المختار تبعنا بينفع بشي؟ أصلاً صار لازم نجيب حدا بداله. لك أنتي شو عم تحكي وليه؟ بعدين إمتى قصر معكم بابا بشي؟ بس يمكن أنتي لازم تاكلي قتلة لتتربي. بلش شو؟ لك أنتي شو قصتك معي؟ أنا مرشيكي بدي عيب الشو معلومة شو أبو هيا مرايح أنا مرشيكي شو هاي؟ الله قمت حنان حنان ما بصير هيك عيب عليكم خلاص حنان بدي حالك شوي عم بعيونك العم بصير عيب عليكم حنان عطلك هرشك يخرب بيتك شو قوية يا حرام يا حرام تفضل هاتا هاي وحدة مجنونة تضربي لك تفيه عطلك شو قصمي ليش ضربتني بسيطة أنا بفرجيها لك حرام عليكم تركوه اتلوني إلي خلونا نهتم شوي بالآخر يلا لك لا لا مشان الله تركونا لك حرام عليكم شو بدكم منا عمي صحته تعبانة حرام عليكم يا أبو حرام عليكم لك تركوني يلا جاي تركونا تركونا شو بدكم منا لك تركونا حرام عليكم حرام عليكم شو صار؟ قدرت تخليهم يعترفوا؟ ما اعترفوا بس مستحيل يتحملوا أكثر من هيك بدي إياك تتصرف بسرعة لأنه الشرطة دريت بالقصة وعم يدوروا عليكم وأكيد الدكتور ورا هالقصة بنجيب الدكتور لعنا خليه يتربى شوي ما فينا رح نتصرف معه بطريقة تانية الدكتور معروف كتير بالمنطقة وإذا صار له شيء أو مات رح يعتبروه بطل طيب شو الحل؟ تقتل فرات فوراً واتركوا الختيار رح نجبره ليوقع وبعدين ما رح يتحمل التعذيب ومنه لحاله يا إما بيموت ويا إما بيسافر ماشي سيدي فكوا ايدي رح ناخده تركونا لو يمكن تاخدوا ابني لو يمكن تاخدوها لا تخاف بدنا نريحه مشان الله مشان الله تركوه حرام عليكم لك جبتكم منا جبتكم منا بترجاكم تتركوه وضع استقر الحمد لله قدرت تتجاوز الخطر ايه الحمد لله لحقني طارق مشان الله تساعدوني شبكي شو صاير لك وين كنتي انا ما فيني شي بس مسكوا فرات وعم يعذبوه شو عم تحكي لك بنتي مين اللي ماسكه لفرات احكي لنا شو القصة امبارح المساء في جماعة اخذته واليوم الصبح خطفوني انا كمان متهمينه انه عم يشتغل مع التنظيم وبدهم اياه يعترف مو معقول يالا لوين اخذوه وينه دلينا عليه امي انت خليكي هون مع نيرمين لا تاكل هم روحوا انتو الله معك يلا يلا ديالا رح ناخذ معنا الشباب ايه هيك احسن دكتور طارق دكتور طارق الولد حرارته كتير مرتفعة المسكين مو قدران يتنفس مثل العادي يلا فوتوه لجوا يلا بسرعة بسرعة عمو عارف عمو عارف ايه عمو شو بدك سمعت انه ابنك تعين ضابط عنا بالمنطقة هون ايه يا بنتي طيب فيك تاخدني لعنده ليش شوفي امبارح المساء اجوا جماعة ومسكوه لفرات وعم يعذبوه كتير انا بعرف لوين اخدينه بترجاك ساعدني مين هالناس بعدين شو بدهم من فرات انت بتعرف وين ابنك هلا ايه طبعا بعرف دكتور هو ورفقاته بالمخفر هلا عشان الله تجي وفيني ولد كثير تعبان خلينا نروح يلا الله يوفقك تجي والله راح يموت ماشي بدنا نروح يلا
بدك تعترف انه كل عشيرتك عم تشتغل مع التنظيم. لا بقدر، لانه ما حدا فينا عم يشتغل معهم. نحن فرج لشوف. فيك تنكر هلا؟ مين اللي أخذ هاي الصور؟ مين؟ اجى ابوه للضابط وبده يحكي معه. ماشي سيدي، الوالد برا. فوتوه، لا تنطروه. حاضر سيدي، تفضلوا، عم يستناكم. تفضلوا. بابا اهلا وسهلا. اهلين فيك يا ابني، طمني كيفك؟ الحمد لله يا ابني، انت كيفك؟ الحمد لله خير. شو سر هالزياره؟ اجيت مع ديالا من ضيعة سارسو. يا أهلا وسهلا، خير أختي، كيف فيني أخدمك؟ الحقيقة في جماعة خطفوا خطيبي امبارح المساء، إجوا أخدوه متهمينه أنه عم يشتغل مع التنظيم وعم يعذبوه. أنا بعرف لوين أخدينه، بترجاكم تساعدوه قبل ما يقتلوه. أها شو هلأ؟ بدك تنكر انه هالشي صحيح؟ انا كنت رايح لعزي الاخ كمال. يعني لساتك مصر؟ اصحى تكذب علي. سيدي سارح، ساعد، ارفع سلاحك. بترجاكم تعجلوا، والله انا خايفه يقتلوه. خلص لا تخافي، ان شاء الله رح نلاقيه. هدي حالك ودلينا على المكان اللي هو فيه. ايه يسار در الى الامام سر. ما في داعي للعناد، اعترف وخلصنا. ما فيني كذب حتى إذا قتلتني هلا. وقفي، تعي تعي يا بنتي، خليهم يفوتوا بالأول. لقينا حدا سيدي. طيب خلاص خلونا نطلع. عم يستنوك سيدي. خليكن وعزبوه، عزبوه لحتى يعترف. الآغا مسلم دايق رفقاتنا الأجانب وما وافق على طلبهم، وكمان مطالع فتوى بين الناس إنه يلي بيرضى ياخد منهم مصاري بيكون ماله مسلم وماله دين ولا أخلاق. وبعت لكل الضياع التانية وخبرهم بهالشي، وانت بتعرف قديش بيحترموه الناس وبيحبوه، لهيك لازم نتصرف بسرعة. خلص سيدي، أنا رح سكته،
انت لا تاكل هم. ما بكفي انه نسكته بس، لازم تخلي كل عشيرته تهج من المنطقة، ما لازم يضل حدا منهم، وهالشي ما له غير طريقة واحدة، وهالطريقة انه نخلص من رئيس العشيرة. يعني فرات ومسلم ما لازم يضلوا عايشين، عم تفهم؟ يا امرك سيدي، مثل ما بدك، رح اقتلهم هن الاثنين. لقيته؟ للأسف شكلهم تركوا المكان. بس اليوم كانوا هون؟ الظاهر إنه في حدا مخبرهم. بس ما تأكلي هم، رح ندور عليه لنلاقيه. من زمان حاسس إنه في شي مو طبيعي، ورح نعرف شو هو. رجعي على ضيعتك ونحن منتصرف. طالما رح تقتلوني هلا، في عندي طلب أخير. لا تقتلوا عمي، هو ما دخله بشي. انت ريح بالك ولا تفكر بعمك. بس تعطي من الدنيا ارمو جسته برا، خلونا نرجع لعند الختيار، بدنا نجبره يوقع على الورقة. فرات، فرات بترجاك ما تموت. فرات تحمل حبيبي، لا تتركني وتموت. تحمل. رجعتي بشاني؟ رجعت، أنا هنا حبيبي، تحمل. يعني أنت بتحبيني؟ إيه بحبك، بس لا تموت. فرات تحمل، اصبر شوي. اضغط عليها منيح، خليك حاططها هيك. طلع فيني، راجعت لك. أنا رايحة أشوف شو صار بعمك، ماشي؟ ما بتأخر عليك. تتعاون مع التنظيم، وقتها بس رح ترتاح. لا تصور، الظاهر ما رح تحكي معيك. ما بده يحكي.
شوفوا شغلكم. أعطيك فرصة أخيرة، يا بتعترف يا برميك بالمي اللي عم تغليه. شو قلت؟ بتعرف لو بتضل تحكي لبكرة ما رح خاف من كل هالشي. لا تضيع وقتك بالمرة، مستحيل احكي شي. تركوني تركوني. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جيبوا الجثة الثانية وارموها. فرات لازم نهرب بسرعة، يلا قوم قوم. وينه؟ قوم بسرعة، تحرك، لازم نهرب قبل ما يشوفونا. امسك ايدي، يلا على مهلك، يلا. من هون يلا رح نوصل. يلا امشي. وين الجثة؟ بسرعة دور عليه. فرات يلا تحمل شوي، أنا خايفة يلحقونا. مين قصدك؟ فرات معقول هالحكي؟ أنا وصلته بالمسدس، ما رح يكون بعد كتير. مركز ساعد وحدا، خلونا نتحرك وحاجي حكي. جيب السلاح. حاضر معلم. ما في شي أخبار عن عمي؟ مع الأسف. ديالا. ايه دكتور أمور. جيبي لي سيروم من المخزن بسرعة. فورا رح أنزل. طول بالك، المهم انك تصير احسن. وما لي معنى؟ انا ما حد رجال،
شو قلت؟ شو قصدك باللي قلته؟ لا 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 ما عاد فيني جوازة لديالها. ولا فيني جوز أي حدا. ابني، جماعتنا جابوا أخبار كمال أغا عم يتسلح وجاي لعنا. دير بالك تعيد هيك شي، كان ممكن يقتلك. ما بيعمله، أنا بعرفه لكمال أغا. طيب وهلأ شو ناوي تساوي؟ تركوني فكر على راحتي، لازم ما نتسرع. بالأول رايح شق على فرات. يلا خلينا نرجع. مثل ما بدك. لوين راح؟ لوين؟ العمى، الرجال مصاوب، وين راح؟ شبكون؟ فرات مانو موجود هون. كيف؟ يمكن يكونوا خاطفينه، ما كان لازم نتركه لحاله. طولي بالك يا بنتي، هلأ بنتأكد، يمكن مانو مخطوف. فرات 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 استنى فرات، لوين بدك تروح؟ كيف تركت العيادة وانت بهالحالة؟ تركوني بحالي، أصلاً ما عاد في أي علاج رح ينفعني. شو هالحكي فرات؟ أنا ما عاد فيني اطلع بوشها لديالة. فرات خليني روح على ضيعتنا. بتمر بتعالجني فيها. أنا ما عاد فيني ضل ولا لحظة هون. مثل ما بدك عبدو. روح وصلوا على ضيعته. أمرك دكتور. استند علي.